احنا عارفين رواية الهدبة واتكلمنا فيها كتير خلاص، والنهاردة انا هقرأها وحشرحها. طب انت ليه يا وليد هتقرأها وتشرحها؟ ما هو قال لك اقرأها واشرحها عنده ما قرأتها وما شرحتها، جاي النهاردة تشرحها وتقرأها. انا عايز بس ابين للشيعة ان الرواية ما فيهاش اي اشكالية، وانا كنت عايز الزمه بكتبه، مش بهرب من مسألة ان انا اشرحها او اقرأها او ما اشرحهاش، لان انا شرحتها قبل كده وقرأتها قبل كده وعلى البث المباشر والشيعة كمان سمعوني. طب انت جاي تقول ايه يا وليد؟ يعني هتقرأها وتشرحها وجاي تقول ايه؟ جاي اقول ان امير القريشي زي ما قلتها في البداية حمار. ليه حمار؟ لانه فهم الرواية اصلا خطأ، فهم الرواية خطأ. طب انت عرفت منين يا وليد انه فهم الرواية خطأ؟ هنقرأ الرواية ونشرحها ونشوف هل فعلا امير القريشي ضحك على اتباعه، كذب على اتباعه، ولا هو حمار فعلا ما بيعرف يقرا وما بيعرف يشرح وما بيعرف يعمل اي حاجه في اي حاجه، وعلى طول هربان من اهل السنه والجماعه. تعالوا يا اخواننا ندخل على الروايه ابتداء كده. الروايه بتقول ايه؟ ان رفاعه طلق امراته فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير القرزي. لاحظوا عبد الرحمن ابن الزبير القرزي، يعني امرأة رفاعة طلقت فبنت منه، فتزوجها مين؟ عبد الرحمن ابن الزبير القرزي. قالت عائشة: وعليه خمار أخضر. فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. تمام، يعني حاجة انتوا عارفين النساء لما تخبط وبتاع اللون جلد بتاعها بتحول للخضار أو الأزرق يعني. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصرن بعضهن بعض، ده من كلام عكرمة. قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، يعني من إيه؟ من الضرب والكذا وكذا. لجلدها أشد خضرة من ثوبها. تمام، يعني جلدها أشد، يعني هي كانت لابسة ثياب خضرة فالجلدها عامل زي إيه؟ زي الثياب بتاعها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال؟ من الذي قال؟ عبد الرحمن ابن الزبير القرزي قال تمام، وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه ابنان له من غيرها. مين بقى دوت؟ عبد الرحمن ابن الزبير القرزي. قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها فقالت فقال كذبت. يبقى مين اللي قالت هنا يا اخوانا؟ مين اللي قالت هنا؟ هل هي عائشة أم زوجة عبد الرحمن بن الزبير؟ زوجة عبد الرحمن الزبير هي اللي بتقول إيه؟ والله ما لي إليه من ذنب إلا أن معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها، الهدبة اللي هي الخيط يعني، يعني هي بتمثل كأن إيه؟ إن هو ما ينتصب مثلا. تمام؟ فقال أي عبد الرحمن فقال كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم. زي بالضبط كده الجلد اللي هو ده، الواحدة ما تقف في البلكونة كده مثلا حاجة بتنفض الجلد كده. تمام؟ ولكنها ناشز تريد رفاعة. يبقى هنا هو بيرد على مين؟ بيرد على امرأة من؟ امرأة رفاعة اللي هي زوجته. تمام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق عسيلتك. قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. تمام؟ يبقى هنا الكلام مين يا أخوانا؟ الكلام عن من؟ الكلام عن رفاعة وعبد الرحمن ابن الزبير القرزي وامرأة عبد الرحمن اللي هو القرزي. خلاص كده. مين بقى اللي قالت وأن معه مثل الهدبة؟ امرأة عبد الرحمن، صحيح، اللي هي كانت زوجة رفاعة، صح كده. الراوي مين؟ عائشة. مين من الذي روى عن عائشة؟ عكرمة. يبقى عكرمة روى عن عائشة هذه ايه؟ القصة التي حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا مش صحيح؟ خلاص انتهينا. يعني هل أم المؤمنين عائشة شافت هدبة عكرمة ولا ليها دخل بعكرمة؟ هي مجرد انها روت لعكرمة،
لكن شوية هدبة عكرمة أو الكلام في الرواية عن عكرمة أو الكلام صادر عن أم المؤمنين عائشة كله هيقول لأ، كله هيقول لأ. صحيح، الله المستعان. تعالوا بقى نشوفوا الزنديق أمير القريشي قال إيه. طبعا أنا عملت صوته، رفعت صوته وضخنت صوته، لا حاجة إلا عشان ما يبلغش، لأن ده مشهور على التبليغ في الفيديوهات، بيبلغ على طول على الفيديوهات. اللي عايز يسمع المقطع ده يروح المحاضرة أو يروح النقاش اللي كان ما بيني وما بينه، وقال الكلام ده في النقاش اللي كان ما بينه وما بينه بعد ما أنا خلصته. أفعل علي الاتصال، اسمع بعديها بتحوالي كده 5 دقايق 7 دقايق هتلاقيه قال الكلام اللي أنا قلته بنفس اللفظ. تمام يا أخوانا؟ يبقى عشان بس نختصر المسافات، التي قالت مثل الهدبة امرأة من؟ اللي هي كانت امرأة رفاعة وبعد كده تزوجت عبد الرحمن بن الزبير القرظي، يبقى هي اللي قالت الكلام ده وليست عائشة. عائشة نقلت القصة كلها لعكرمة. تعالوا بقى نشوفوا الحمار قال ايه. نشوفوا يا اخوانا الحمار قال ايه، او اسف، نشوفوا الحمار نهى بايه. بابا اشرح الرواية، نعرف شلون عائشة نزعت ملابس عكرمة ورأت أن ما معه مثل هدبة الثوب. بابا اشرح الرواية، نعرف شلون عائشة نزعت ملابس عكرمة ورأت أن ما معه مثل هدبة الثوب. شلون بابا اشرح الرواية، نعرف شلون عائشة نزعت ملابس عكرمة ورأت أن ما معه مثل هدبة الثوب. شلون هو يقول هنا بابا اشرح لنا الرواية عشان نشوف أن عائشة كيف عائشة نزعت ملابس عكرمة ورأت أن معه مثل الهدبة. الصوت كويس أخوانا ولا عاطي؟ الصوت كويس؟ لا أنا اللي مضخم الصوت شوية عشان هو بيبلغ، هو بيبلغ على الفيديوهات. خلاص؟ طيب ما ممكن يكون أخطأ الرجل، يعني ممكن الرجل يكون أخطأ، يعني هرب منه اللفظ، هرب منه اللفظ. تعالوا نسمعوا مرة تانية وفي نفس برضو الكلمة. وأنا أقرأ رواية أن عائشة أنزعت عكرمة ورأت ما معه مثل هدبة الثوب أي آلته صغيرة، يقصون هذا المقطع. وأنا أقرأ رواية أن عائشة أنزعت عكرمة ورأت ما معه مثل هدبة الثوب أي آلته صغيرة، يقصون هذا المقطع. الله أكبر. هو كان بيتكلم عن إيه عشان ما يجيش يرى رفضي بس ويتكلم؟ كان بيتكلم ان انا وانا بقول ان عائشة نزعت ملابس عكرمة ورأت معه مثل الهدبة، فييجوا يقطعوا المقطع ده لوحده وياخدوه دون المقاطع الاخرى. الله اكبر، الله اكبر. اللي مش مصدقني يروح على الكلام اللي كان ما بينه وما بينه، هتلاقيه نشره بقاله بتاع حوالي 3 4 ايام. فالله المستعان. اذا يا اخوانا هو ليه مقطعين في حلقة واحدة بيقول إن أم المؤمنين عائشة نزعت ملابس عكرمة لترى ما فيه مثل الهدبة. سبحان الله. أي شيعي بقى يدخل النهاردة كده يقرأ لنا الرواية ويطلع لنا الكلام ده منه، أو يقول إن أمير راجل حمار ما بيعرفش يقرأ، ولو قرأ ما بيعرفش يفهم، والشيعة أخذوا منه الكلام ونشروه بهبل على حمورية أمير القريش. يعني تخيل قلب الست اللي هي زوجة رفاعة وزوجة عبد الرحمن ابن الزبير اللي هي قالته نسب الأم مين عائشة، ده راجل بيعرف يقرأ، ده راجل بيعرف يقرأ، ده راجل أمين أصلا. وطبعا الشيعة طايحين ورحين وجايين، وقول لك عكرمة طلع أهبل. يعني سبحان الله، أنا لما دخلت أناقشه والله أنا ما سمعت ده، أنا قعدت بعد ما ناقشته قفلت خلاص كده، فرجعت الفيديو بتاعه لقيت الكلام الخايب الأهبل ده. فالله المستعان، حد بقى من الشيعة يستطيع النهاردة يدافع عنه؟ هنسمع، يلا.